الهالي ولا بيظل نهان. لا لا احنا الخزانة الامريكية صار يبدو زعل لما الولد حضروا مؤتمر القمة العربية الصينية. سوت الخزانة الامريكية عقوبات، ارتفع سعر الدولار، اتضح جياتنا وفلوسنا كلنا يم الامريكان. يكون هي من الامريكان. والسيد السوداني لازم يروح خلال هاليومين يحل الطلبة مع القضية ارتفاع سعر الدولار والمستحقات العراقية الموجودة هناك. صحيح. انا شلون اقدر احدد خياري وانا ملزوم هالشكل من قبل الامريكان؟ هو هذا هو هاي المشكلة. احنا ما انتهجنا. شوف انا صراحة لما استلمت المسؤولية بالعراق حددنا حتى العلاقات الاقتصادية، وردنا نطلع العراق من المادة السابعة، المادة الباب السابع، فصل السابع، فصل السابع طلعنا من السابع، طبينا بالسادس بس بقينا بالحدود مال الاثنين، اي في مدخل السادس وفي اواخر السابع. ما نحسم هذا الموضوع اللي هسه ومعصوم. اريد اذكرك بدليل انه امريكا رجعت تقول انه انا اريد الفلوس كلها تجي لنا في امريكا، البنوك الامريكيه، وبعد موافقه البنوك الامريكيه. انت تعتقد زياره قريبه للسيد السوداني الى واشنطن الى البيت الابيض مع وزيره الماليه ومع وزير الخارجيه، هكذا تقول الاخبار، ما هي او كيف يتمكن السوداني من اعاده رسم معالم العلاقه مع الامريكان؟ والله شوف احكي لك، لازم اولا يناقش مساله العلاقه الاستراتيجيه والاطار الاستراتيجي اللي مربوط العراق به، نريده ونريد نزم النور المالكي، هذا الاطار الاستراتيجي والاتفاقيه الاستراتيجيه لازم يعاد النظر بها ويعاد تحديدها وتحديد جوانبها، هذا واحد. اثنين، اذا بعدنا محتاجين جيش امريكي بالعراق فيجب ان توضع نقاط اساسيه في مساله قواعد الاشتباك، وان تكون السياده الى العراق وليس الى امريكا. يعني امريكا ممنوع تضرب لها، تصدز طياره درون او غير درون تضرب لها زائر العراق او غير امريكا، شو منو الدول الاخرى المساهمه وياها. هذا هذا بالاضافه الى هذا يجب ان يتحرر الدخل العراقي من البنوك الامريكيه. بس هذا الفساد اللي صار عندنا ما راح يخليه يتحرر بسهوله من البنوك الامريكيه. تجيب من الخزانه الامريكيه ولا يبقون؟ اي بده يبقون، اي صحيح. ولهذا امريكا يعني عندها يعني عندها استعداد انه تمنع الأموال عن جهة عن جهات عن كذا، عندها استعداد وعندها الليجستيشنز يعني القوانين، باعتبار أن هم دولة بعدها العراق بعدها بين الفصل السادس والسابع يترجح. ما يصير هيك، هذا مو صحيح أبدا.